بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الكلينيكال الميكروبيولوجي بود سيستم، واليوم هنتناول ان شاء الله الميكروبيال ديزيزز اوف ذا كارديوفاسكولار اند ليمفاتيك سيستم. من ضمن الليرنينج اوبجكتيفز اللي المفروض الطالب ياخذها في هذا الشابتر هو انه يتعرف على الساينز اند سيمتومز للسبسيميا، يحاول يميز بين الجرام نيجاتيف سيبسيز والجرام بوزيتيف سيبسيز بالاضافه الى مصطلح بيوريبرال سيبسيز او حمى النفاس، عملية ديسكريبشن للبكتيريا الاندوكارديتس والريوماتيك فيفر، الابديمولوجي للتولريميا والبروسيلوسيس والانثراكس اللي هم هذول الثلاثة بيعتبروا زونيتك ديزيز، يعني بينتقلوا من الحيوان إلى الإنسان. المرض الرابع الجاز جانجرين ممكن ينتقل من الانفايرمنت مش بالضرورة من الحيوانات. ديسكرايب باثوجين ذات ار ترانسميتد باي انيمال بايتس اند سكراتشز زي كات سكراتش ديزيز، زي مثلا الريبيز. Compare and contrast the causative agent, the vectors, the reservoirs, the symptoms, the treatment, and the preventive measures لكل من plague, Lyme disease, and Rocky Mountain spotted fever. Infectious mononucleosis description. عملية مقارنة وتمييز ما بين the causative agent, the vector, the reservoir, the symptoms للأمراض الفيروسية مثل the yellow fever, the Ebola hemorrhagic fever. بالإضافة إلى الهانتا بالموناري سيندروم. وأيضا في الختام سنتعرض إلى بعض الطفيليات وهتعرف على الكوزيتيف ايجنت والمود اوف ترانسميشن الريزرفوار والسيمتومز والتريتمنت لكل من تشاغاس ديزيز، توكسوبلازموزيس، ملاريا اند بابيسيوسيس، وربما نتطرق إلى السويمرز اتش. الكارديوفاسكولار سيستم طبعا يعني سيستم مهم جدا في جسم الإنسان، ولا يمكن أن نقدر نغطيه من ناحية تشريحية في هذه العجالة، لكن لابد أن نستذكر أنه بيحتوي على الدم، وللدم وظيفة رائعة جدا من ناحية نقل النوترينتس والميتابوليك ويست من وإلى الخلايا. الدبليو بي سيز بكل أنواعها المختلفة لها دور عظيم في الإميون سيستم، من الفاجوسايتس للتي سيلز اللي هي تي هيلبر سيل زي سي دي 4 والسي دي 8 والسيتوكسيك تي سيل، الناتشورال كيلر سيلز، يعني مجموعه كبيره من الخلايا لها دور في جهاز المناعه. الليمفاتكس اللي بتعمل ترانسبورت للانترستيريال فلويد الى البلد، والليمف نود تحتوي على فيكس ماكروفاج، وبالبعض بيوصفها في يعني علوم المناعه بانها هي الباثوجين تشيك بوينتس، يعني نقاط تفتيش عن الباثوجينز. كثيرا ما نسمع مصطلح سبتسيميا ومقابل نسمع مصطلح بكتيريميا، والبعض يعني يمكن انا ذكرت في المحاضره انه بيستخدموهم انترتشينجبلي، بمعنى انه للاستدلال على اي منهما بنستخدم واحد من الاثنين، لكن الحقيقه انه في فروقات رئيسيه بين السبتسيميا وبين البكتيريميا، فحنحاول في اللوحه القادمه انه نتعرف على بعض الفروقات بين الاثنين. البكتيريا الانفكشن في الدم بنسميها سيبسيز او سيبتيك شوك. لما بتكون البكتيريا فقط موجوده في الدم قد لا تكون ذات اهميه، بمعنى انه اكسيدنتال او ترانزيانت، يعني واحد انسان فرش اسنانه ممكن بعد جروح من او كات في الكابيلاريز اللي في الاورال كافيتي يدخل بعض الميكروبات بصوره مؤقته، يعني لو عملنا بلد كلتشر في هذه الحاله قد نجد بكتيريا، لكن هذه تسمى ترانزيانت بكتيريا. بينما السبسيس دائما سيجنيفيكانت، البكتيريا والذير توكسين ان ذا بلاد، ويكون في انفلاميشن ولازم يكون في سيمتومز سيجنيفيكانت، طبعا ايشو في العنايه المكثفه سمتايمز بيطلق عليها لقب تسمم الدم. السيفير سبسيس ممكن يؤدي الى ديكريز ان بلاد بريشر، والديكريز ان بلاد بريشر بيؤدي الى اللي هو الكوما اللي احنا بنسميها سيبتيك شوك. طبعا الـ decrease in blood pressure له مقدمات وله ميكانيزمات مختلفة ربما نتطرق إليها خلال المحاضرة إن شاء الله. على اليمين الصورة الدياجرام بيوضح لنا أنه عند مثلا تحلل الجرام نيجاتيف بكتيريا بينطلق منها المركب المشهور بالليبوبوليساكرايد اللي هو بيحتوي على الاندوتوكسين. هناك في الجسم عندنا في بروتينات ترتبط بالليبوبوليساكرايد، هذه البروتينات تنقله وبتربطه مع الماكروفاج.
عندما يرتبط هذا الليبوبوليساكرايد بالماكروفاج بيعمل اندكشن لترانسكريبشن اوف لمجموعه من السيتوكاينز زي الانترلوكين 1 و6 و8 وتيومر نيكروسيس فاكتور، بيصيروا بيعملوا لنا اكتيفيشن للكواجوليشن باثوي، يعني بصير في عندنا كلاتينج داخل الدم، يعني تجلطات مختلفه. ايضا بنشط البروستاجلاندين ليكوترين وهذا بيعمل لنا انفلاميشن، بالاضافه الى الاكتيفيشن للكومبلمنت باثوي اللي بتكون في النهايه الممبرين اتاك كومبلكس اللي بيؤدي الى تحلل الخلايا. الجدول اللي على اليسار الشاشه هو عباره عن تفريق ما بين البكتيريميا والسبتسيميا، هنحاول نمر عليهم مرور سريع. البكتيريميا مره ثانيه مجرد وجود البكتيريا في الدم بنسميه بكتيريميا، بينما السبتسيميا is the presence and multiplication، يعني هنا في emphasis انه البكتيريا established في الدم، يعني موجوده وبتتكاثر داخل الدم. في البكتيريميا it is not as dangerous as septicemia، طبعا ممكن البكتيريا تتحول في لحظه ما الى سبتسيميا، لكن السبتسيميا هي المرحله اللي بيكون فيها life threatening infection. عدد البكتيريا غالبا بيكون في البكتيريميا قليل، بينما في السبتسيميا بيكون اكبر. ممكن البكتيريميا تنتج عن وجود جروح من مثلا surgical procedures او injection. السبتسيميا can arise from infection throughout the body، يعني مثلا واحد عنده pulmonary infection او عنده abdominal infection او urinary tract infection ولم يستطع الجسم التخلص منها، ربما تصل الى الدم. في البكتيريميا التوكسين is not produced او are not produced، بينما في السبتسيميا توكسين may be produced by bacteria، طبعا مش كل البكتيريا بتنتج اصلا توكسين. البكتيريميا usually causes no symptoms or it may produce mild fever، يعني حمى خفيفة او بدون اعراض، بينما السبتسيميا it shows symptoms like chills, fever, prostration, very fast respiration and or heart rate. البكتيريميا can resolve without treatment، بينما السبتسيميا may require treatment عشان نتخلص منها. البكتيريميا mostly rapidly removed from the bloodstream by the immune system، بينما السبتسيميا نحتاج إلى antibiotic عشان نقدر نتخلص من البكتيريا في الدم. طبعا البكتيريميا والسبتسيميا ممكن يكونوا نفس المسببات، يعني نلاقي ستافيلوكوكس، ستريبتوكوكس، سودوموناس، هيموفلاس، إشريشيا كولاي، دينتال بروسيجرز، هيربيز، including herpetic whitlow, urinary tract infection, peritonitis, clostridium difficile, intravenous drug use, and colorectal cancer. هذه سواء كان الميكروبات أو الكونديشنز اللي ممكن تؤدي إلى وجود البكتيريا في الدم. بينما في السبتسيميا staphylococci are thought to cause more than 50% of cases of sepsis، وأنا هنا لا أقول staphylococcus aureus وإنما staphylococci بشكل عام، لأنه في الهوسبيتال على سبيل المثال الكواجوليز نيجاتيف ستافيلوكوكاي اصبحت اكثر شهره من الستافيلوكوكاس اوريوس في البلد ستريم انفكشن اللي هي هيلث كير اسوشيتد انفكشن. من الاذر امبليكيتد بكتيريا ستافيلوكوكاس بايوجينز، اشريشيا كولاي، سودوموناس اريجينوزا، كليبسيلا سبيسيز اند ايفن كانديدا سبيسيز، وربما احنا ذكرنا في احد المحاضرات عن الكانديدا اوريس. الليمفانجايتس عبارة عن inflammation للليمفاتيك فيزل، طبعا هذا بيكون غالبا بينتشر downstream من الانفكشن سايت. The most common cause للليمفانجايتس is in human هي الستريبتوكوكس بايوجينز او جروب A ستريبتوكوكاي، ويمكن الصور بتوضح لنا اللي هي الليمفانجايتس في شخصين، في ذراع وكامل الذراع لشخص في أسفل الصورة. الليمفانجايتس is also sometimes called also blood poisoning. إذن سبتسيميا أو الليمفانجايتس بيسموهم تسمم دموي باللغة العامية. السبسيز ممكن يكون ناتج عن جرام نيجاتيف وممكن يكون ناتج عن جرام بوزيتيف. احنا من البداية تحدثنا على أنه لازم نكون مميزين بين الاثنين. الجرام نيجاتيف سبسيز usually is a result of endotoxin. كل الجرام نيجاتيف بكتيريا سواء كانت باسيلاي او كوكساي تحتوي على كميه معينه من الاندوتوكسين، وهذا الاندوتوكسين له كثير افكتس، يعني تاثيرات متنوعه على الجسم، مثل اكتيفيشن للكلاتين كاسكيد، اكتيفيشن اللي هو الكومبلمنت
عملية الفازو دايليتيشن اللي بتخلي ضغط الدم ينخفض، اللي ممكن ينخفض إلى درجة إنه ما يقدر يصل للبرين ويصير عندنا اللي هو الكوما. استخدام الأنتيبيوتيك في هذه الحالة ممكن يعمل worsening للكونديشن من خلال قتل البكتيريا والريليز لكمية أكبر من الإندوتوكسين. لذلك قلنا إنه في حالات الجرام نيجاتيف سيبسيز المريض يجب أن يعني يعالج بطريقة بحيث إنه يكون تحت مراقبة لصيقة طوال فترة العلاج. الجرام بوزيتيف سيبسيز من النوزوكوميال إنفكشن المشهورة لستريبتوكوكس بايوجينز ستافيلوكوكس أوريوس، والجروب بي ستريبتوكوكس اللي هي الستريبتوكوكس أجالاكتي اللي حكينا إنها mostly affects اللي هم النيونيتس المواليد الجدد والأمهات اللي والدات جدد. الأمهات اللي بيولدوا بيصابوا بالجروب بي ستريبتوكوكا بيسموهم بيوريبرال سيبسيز. الأطفال اللي بنولدوا لأمهات مصابين بهذا الميكروب أو حاملين لهذا الميكروب يحدث عندهم نيمونيا سيتسيميا and meningitis. أيضا من الميكروبات اللي أصبحت مشهورة في الجرام بوزيتيف سيبسيز اللي هي الانتيروكوكس فيسيام and انتيروكوكس فيكاليس، وطبعا أكدنا عليهم هذول أكثر من مرة إنه الفانكوميسين ريزيستنس والريزيستنس العادي للأنتيبيوتيك جعل من هذه الميكروبات يعني ميكروبات خطيرة للغاية. إغناس سيمولويس طبعا كان من الأشخاص اللي ساهموا في إدخال فكرة غسل الإيدين كإجراءات وقائية أو كإجراء وقائي قبل كل تلامس مع مريض. طبعا إغناس سيمولويس قصة يجب أن يحتذى بها من قبل يعني العاملين في مجال الانفكشن كنترول، لأنه عندما أدخل هذا المفهوم حورب ويعني قوبل بالاستهزاء، لكن ثبت بالدليل القاطع بأنه التفكير خارج نطاق يعني المألوف غالبا يقابل بصعوبة في التقبل وربما يكون فيها محاربة، وأيضا كما ذكرنا كان في استهزاء. لذلك لابد أنه أي إنسان لديه أفكار جريئة أفكار غريبة لابد أنه يدرسها جيدا، وإذا اقتنع بها تماما أنه يحاول أنه ينشرها ولا يأبه للمعارضين لهذه الأفكار. طبعا هذه الفكرة كانت موجودة أنه إغناس سيمولويس لاحظ أنه في الشفت اللي بيكون فيه أطباء بيقوموا بعملية الولادة سيدات كثيرة بيصابوا بالبيريبرال سيبسيز، بينما في الشفت اللي بيكون فيه الراهبات اللي هم ميدوايفز أو القابلات كانت النسب الوفيات من البيوريبرال سيبسيز أقل. راقب التنين لقى أنه في يعني المستوى النظافة الإيدين عند القابلات أفضل من اللي هو الأطباء، وبالتالي استنتج هذا الاستنتاج. طبعا كان من أهم مسببات البيوريبرال سيبسيز في ذاك الزمن هي الستريبتوكوكس بايوجينز. البكتيريال انفكشن اوف ذا هارت، احنا قلنا الاندوكاردايتس هي الانفلاميشن اوف ذا اندوكارديوم وموستلي كوزد باي الفا هيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي موجوده في الفم زي الستريبتوكوكس فيريدنس اللي اشهر سبيسي فيها يمكن الستريبتوكوكس ميوتانس. الستافيلوكوكس اورياس ايضا من الماوث ممكن تسبب لنا اندوكاردايتس. في كمان بكتيريا اسمها نيسيريا إلونجاتا. بالإضافة إلى الإندوكاردايتس في عندنا مصطلح بيريكاردايتس اللي التهاب ما حول العضلة وموستلي كوز ستريبتوكوكر. هاي طبعا صورة بتوضح سكشن من القلب انفليمد وواضح انه في بليتلت اجريجيشن في المنطقة. الريوماتيك فيفر هو عبارة عن inflammation of the heart valve وغالب من هو autoimmune complication of streptococcus pyogenes infection، وذكرنا هذا الكلام يمكن في المحاضرة لكن لابد من التأكيد على أن الميوسين في عضلة القلب كتركيب كأنتيجين يشبه إلى حد كبير الامبروتين اللي موجودة في streptococcus pyogenes، فعندما ينتج أجسام مضادة ضد الام بروتين الخاص بالستريبتوكوكس بايوجينز هذا الانتي بودي بيهاجم الستريبتوكوكس وبيهاجم ايضا عضله القلب، وبالتالي بكونه هاجم السلف فبنسميه احنا
autoimmune. السيمتومز ممكن تكون تشمل فيفر، جوينت بين، ارثرايتس زي الام في الركبه، الالبوز والانكلز، جوينت سويلنج انتفاخ في بعض المفاصل، ريدنس اند اور وارمث يعني اما احمرار او دفء يعني حراره مرتفعه، ابدومينال بين، سكن راش، سكن نوديولز. ممكن كمان اللي هي سيندروم كوريا وهي عباره عن ايموشنال انستابيليتي، ماسكولار ويكنس and rapid uncoordinated jerky movement الحركة الغير متزنة affecting primarily the feet, the face, feet and hand. أيضا كمان في عنا nose bleeding، كمان عنا heart involvement which may be asymptomatic or may result in shortness of breath and chest pain. ويعني هذه أنا بعتقد أنه لم تعد يعني بنسبة كبيرة موجودة نظرا للاهتمام الكبير في علاج الستريبتوكوكس بايوجينز من بدايتها، وبالتالي النسب قلت. لكن الريبيتد انفكشن بالستريبتوكوكس بايوجينز سواء كان تونسولايتس او ووند انفكشن ممكن تؤدي الى ريوماتيك فيفر. الميكروب التالي في جوابتنا اللي هي الفرانسيسيلا تولرنسز اللي بتسبب تولريميا او ما يعرف بالرابتس فيفر هم الارانب، هي عباره عن جرام نيجاتيف بكتيريا تنتقل من الارانب والغزلان من خلال انواع من الذباب بسموه دير فلاي. طبعا ممكن كمان من خلال الكونتاكت ومن خلال التعامل مع الارانب اللي سواء من يعمل في صيدها او تربيتها او ذبحها او سلخها او تقطيعها يعني البروسيسنج لهذه الحيوانات. بكتيريا ريبروديوس ان فاجوسايتس يعني انترا سيلر، ويمكن عند هذه النقطة احنا تحدثنا عن ما يعرف بالأسلحة البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي، وقلنا أنه منظمة الصحة العالمية قدرت بأنه إذا قمنا بعمل ديسبيرسل إلى 50 كيلوغرام من الفرانسيسيلا تولورنسز الكائن اللي بيسبب تولوريميا على مساحة فيها 5 مليون إنسان هتسبب لنا حوالي 250 إصابة، ومن هذه ال 250 إصابة ممكن يكون في حوالي 19,000 حالة وفاة. The illness would persist for several weeks and disease relapse would occur for weeks to months. يعني كمان العملية قد تستمر لفترة طويلة. The CDC estimated that economic impact of an F tolerances Francisella tolerance attack ممكن يكلف 5.4 بليون لكل 100,000 إنسان تعرض لهذا الميكروب. لذلك هذه الميكروبات أو هذا الميكروب يعتبر من الميكروبات المرشحة للاستخدام في الحروب البيولوجية أو في الإرهاب البيولوجي. له أشكال كثيرة الحقيقة، هي بتشبه الباستوريلا وبتشبه اليرسينيا في بعض الأعراض من أنه بصير في انتفاخ في الليمف نود في مكان الإصابة اللي هي النيبورينج original lymph node لمكان الإصابة. طبعا هذه الصورة توزيع لحالات التولريميا، هي مش كتير منتشرة في الولايات المتحدة، لكن هذا التوزيع بنم على انه في سيستم جيد للسيرفيلانس للميكرو أورجانيزم. هذا السيرفيلانس سيستم الاصل انه احنا يعني يكون عندنا شيء من هذا القبيل بحيث انه أي مرض من الأمراض المعدية بالذات يمكن توزيعه على خرائط فلسطين على سبيل المثال أو الدول العربية، وبالتالي يمكن معرفة أين تتركز الإصابات، وين بؤر اللي ممكن لو إنسان بده يسافر إلها يكون يأخذ باله منها. يعني بتعطينا معلومات الحقيقة كثيرة، وهي تقع ضمن GIS أو Geographical Information System إلى الآن بيتعامل مع الأمراض المعدية على إنه ممكن نتنبأ فيها. يعني بمعنى آخر خلال عدة سنوات يصير عندنا زي ما في نشرة جوية تتنبأ بسقوط الأمطار أو الرياح، يكون عندنا أيضا نشرة تتنبأ بنسبة حدوث ومكان حدوث وعدد حالات الحدوث لأمراض معدية مختلفة. الميكروب اللي امامنا الان هو البروسيلا او ديزيز اسمه بروسيلوسيس،
ويعرف بأسماء كثيرة الحقيقة، منها الأنديولان فيفر أو الحمى المتموجة، مالطا فيفر الحمى الملطية، ميديترينيان أيضا فيفر، يعني أسماء كثيرة بالإضافة إلى الاسم المشهور لبروسيلوزيس. البكتيريا عبارة عن جرام نيجاتيف باسيلاي بتنمو داخل الفاجوسايتس، وأنا يمكن أكثر من مرة تحدثت عن أنه قدرة الميكروب على الانتراسيلولار إكزيستنس بتعطيها أفضلية مباشرة بأنه هي بتكون محمية من الأنتي بوديز بشكل مباشر، بتكون محمية من التركيز المرتفع لو احنا تناولنا أنتي بايوتكس. أيضا الفاجوسايتس هي موبايل وبالتالي ممكن تنقلها من مكان إلى آخر، فبالتالي وجود البكتيريا داخل الفاجوسايت هي يعني قدرة أو أفضلية، أو نعتبرها احنا فيرولينس فاكتور، عامل شراسة أو عامل ضراوة للبكتيريا. من الأسماء الشهيرة في البروسيلا هي بروسيلا أبورتس، بروسيلا سويس، وبروسيلا ميلتنسيس. لاحظوا أنه الأسماء مرتبطة بحيوانات معينة، فهذا بيعطينا كمان فكرة أنه ممكن حتى البكتيريا يكون لها نوع من السبيسيفيسيتي، يعني ما بتصيبش كل الحيوانات وإن كانت يعني تتبع لنفس الثدييات، زي مثلا البروسيلا أبورتس مولودة في الإلك اللي هو نوع من الغزلان الكبيرة، البايسون ثيران، أعتقد الصورة اللي أمامنا هي صورة للبايسون، واللي هو الكاوز أو الأبقار. البروسيلا سويس مختصة بالخنازير أكرمكم الله، والبروسيلا ميلتنسز بتصيب اللي هما الجوتس والشيبس بالإضافة إلى الكاملز. الأندولاتينج فيفر that spikes to 40 degrees every each evening، يعني بتصل إلى 40 درجة مئوية في المساء، لكن زي ما حكينا لكم بتنزل، وبالتالي لو عملنا تسجيل للتشارت تبعت الحرارة تبعت المريض على مدار أسبوع هنلاقي أنه التشارت تبعته عاملة ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض متناسق، فمن هنا سميت الأنديولانت فيبر أو الحمى المتموجة. بينتقل عبر الحليب من infected animal or contact with infected animal، وعندما أقول الحليب، الحليب الغير مبستر في غالب الأمر، ومنتجات هذا الحليب، يعني حتى لو الحليب عولج واستخدم مثلا في تصنيع الجبن أو في ألبان أو في آيس كريم بدون معالجة حرارية، تبقى البكتيريا يعني معدية ويمكن أن ينتقل الدزيز. الجميل في الموضوع زي ما ذكرت يمكن في المحاضرة أنه هذا الميكروب حساس كتير للستومك أسيد، لذلك كيف ينتقل عبر شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان؟ غالبا بصير بينتريشن للميكروب في الأورال كافيتي عبر الميوكاس ممبرين، وبالتالي يعني اللي بيصل للمعدة نعم بموت، لكن هو ممكن يخترق الميوكاس ممبرين قبل وصوله إلى المعدة. الجمرة الخبيثة أو الأنثراكس باسيلس أنثراسيس هي جرام بوستيف إندوسبور فورمينج إيروبيك بكتيريا. دعونا نتحدث عن كلمة إندوسبور فورمينج كأفضلية بشكل مباشر لأي ميكروب تسمعوا إنه هو جرام، عفوا تسمعوا إنه هو إندوسبور فورمينج، وبالتأكيد هو ما مش هتسمعوا إندوسبور فورمينج إلا تكون البكتيريا جرام بوستيف. هما اسمين فقط لا غير، الباسيلس والكلوستريديوم، والتنين جرام بوستيف إندوسبور فورمينج بكتيريا، الباسيلس إيروبيك والكلوستريديوم أنا إيروبيك لا هوائي. هذه البكتيريا كان بي فاوند إن سويل، ثبت إنها ممكن تبقى حية التربة لأكثر من 40 عاما. طبعا ليش قلنا أكثر من 40 عاما؟ لأنه العالم الذي قام بالتجربة كان بيأخذ عينة من كل سنة من التربة وبيعزل البكتيريا وبيلاقيها موجودة حية. توفي العالم بعد 40 سنة من بداية التجربة، وبالتالي توقفت التجربة بعد وفاة هذا العالم. لكن من التاريخ بنعرف أنه السبور فورمينج بكتيريا كان سيرفايف literally for millions of years، يعني ممكن ملايين السنين تبقى حية. Found in soil كمعظم الجرام بوستيف إندوسبور فورمينج بكتيريا. كاتلز اللي هي الماشي are routinely vaccinated، المرض نفسه بيعالجوه بالسيبروفلوكساسين أو الدوكسيسايكلين. الكاتانيوس أنثراكس والوول سورتر ديزيز طبعا مختلفين عن بعض، هنتكلم عنهم شوية الآن. احنا قلنا في ثلاث أشكال من
الأنثراكس، الكتانيوس، والبالموناري، واللي هو الجاسترو انتستينال. البالموناري سميناه انهاليشنال أنثراكس. الآن عشان ما يصيرش confusion، الوول سورتر ديزيز ممكن يكون فيه ماخد شكلين، شكل الكتانيوس وممكن يكون ماخد شكل البالموناري. شايفين الصورة اللي على يمين الشاشة، شخص بيقوم بجز الصوف عن أحد الخراف. لو هذا الخراف كان، أو هذا الخروف عفوا، كان مصاب، والشخص اللي بيقوم بعملية الجز عنده جرح ممكن يخترق ويسوي لنا كتانيوس أنثراكس. لو هذا الشخص قام بجز مجموعة كبيرة من الخراف واستنشق كمية كبيرة من السبورز، ممكن يصير عنده inhalational أو اللي هو البالموناري أنثراكس. إذن الوول سورترز أو العاملين في مجال الصوف ممكن يصابوا بكل من الكتانيوس، ممكن يكونوا مصابين ب أو يصابوا بالبالموناري أنثراكس. Disease الاندوسبور can enter through minor cuts. المرتلتي ريت يعني مرتفعة بنسبة حوالي 20%. الجاسترونتستينال أنثراكس ينتج عن تناول حيوانات مصابة بأنثراكس من خلال تناول undercooked، وكلمة undercooked يعني لم ينضج الطعام بشكل حراري جيد مثل الشوي أو القلي في بعض الأحيان. المورتاليتي ريت غالبا تصل إلى 50%، بينما الانهاليشنال أنثراكس أو اللي سميناه وول سورتر ديزيز بيصل اللي هو إلى 100% مورتاليتي ريت، وبينتج عن الانهاليشن للإندوسبور. إذن هو مرض من الأمراض الخطيرة للغاية، ما زال مولود يا جماعة في بلدان عربية مختلفة، لكن الريبورتينج تبعه أندر ريبورتينج، ما فيش يعني. طبعا المناطق اللي بينتشر فيها غالبا هي مناطق ما زالت قروية ريفية، يعني لم تصلها الأنظمة الصحية الحديثة، وبالتالي الريبورتينج تبعها بيكون ضعيف. طالما احنا تحدثنا عن اللي هو البيولوجيكال ويبن، ناخد شوية تاريخ عن هذا الموضوع. ولأنه في 1346 الأجسام المصابة بالطاعون استخدمت من قبل التتار أو جيش التتار في منطقة أثيوبيا. في 1925 اليابانيين عملوا تيستينج لبعض القنابل التي تحتوي على براغيث مصابة باللي هو الطاعون. في 1950 الجيش الولايات المتحدة الأمريكية جرب عملية اللي هو السبرينج، وقلت لكم أنا موضوع الدسبيرسل مهم جدا، نشر الميكروب عشان يقدر يصل لأكبر عدد ممكن من الناس، عملية مهمة. فكانوا عملوا تجارب ببكتيريا اسمها سيراتيا مارسي سينس. في 1972 صار في عنا اتفاقية عالمية دولية لعدم امتلاك أو للحد من امتلاك اللي هو الأسلحة البيولوجية. في 1979 صار في انفجار في مصنع لإنتاج الباسيلس أنثراسس في الاتحاد السوفيتي عفوا سابقا. في 1984 أحد الأشخاص وضع سلمونيلا إنتريكا في أحد المطاعم، في أعتقد ملهى ليلي أو مطعم، يعني وضعوا فيه الطعام وصار بعض الحالات اللي صار عندها إنفكشن. في 2001 في الولايات المتحدة بالتحديد، وانتقل هذا الأمر لبلدان مختلفة، تم توزيع طرود بريدية يعني رسائل بريدية تحتوي على بودرة، وبعض الأشخاص اللي فتحوا هذا البريد أصيبوا بالبالموناري أنثراكس. وطبعا كان في تلك الفترة drug of choice كان هو السيبروفلوكساسين لعلاج هذه الحالات وللوقاية، وصار هناك هوس في الولايات المتحدة على شراء السيبروفلوكساسين كنوع من البروفيلاكسيز تحسبا لتعرض الأشخاص لهذا البريد. من الميكروبات المشهورة والتي يعني تعتبر مرشحة للبيولوجيكال ويبونز من البكتيريا باسيلس أنثراسس، روسيلا سبيسيس، كلاميديا سيتاسي، كلوستريديوم بوتولونيوم توكسين اللي هو السم الأقوى على وجه الأرض، كوكسيلا برنيتي المسببة للكيو فيفر،
فرانسيلا تولورنسز درسناها قبل قليل بتسبب حمى الأرانب أو تولوريميا. ريكيتسيا بروازاكي بتسبب التايفوس فيفر. شيجيلا سبيسيس الفيبريو كوليرا واليرسينيا بيستس، يعني مجموعة كبيرة من البكتيريا الخطيرة. مرة ثانية البيولوجيكال ويبونز، التفكير في استخدامها يجب أن يكون تفكير يعني شيطاني، لأنه الميكروبات لا تعرف الحدود، وما تلقيه على دولة أخرى قد يعود إليك يعني أو على سكان آخرين غير مقصودين في الحرب. فبالتالي الأصل أنه يعني بالفعل يكون في كأخلاقيات عدم استخدام هذه الميكروبات في الحروب. بالإضافة إلى أنه يعني مثلا لو تحدثنا عن اليرسينيا بيستس، اليرسينيا بيستس مشهورة أنها بتسبب الطاعون، وكانت تقتل يعني نسب كبيرة من السكان في أزمنة سابقة، لكن اليوم من السهل جدا علاجها بأنتيبيوتيك زي التيتراسايكلين أو الدوكسايكلين. وبالتالي إذا أراد شخص أن يستخدم هذه الميكروبات كسلاح بيولوجي، فمن يعني من التفكير البديهي أن يقوم بعمل نسخة من هذه البكتيريا مقاومة لكل الأنتيبيوتيك المعروفة، وبالتالي يعني بصير هيك صعب علاجها إذا انتشرت بين الناس وتعود لقتل نسب كبيرة من الآخرين. لكن مرة أخرى قد تعود وتنتشر إلى مناطق الشخص المرسل أو الجهة المرسلة لهذه الميكروبات. من الفيروسز اللي عندنا البوليو والميسلز، وطبعا كلمة إيراديكيتد الحقيقة يعني كلمة مش دقيقة، لأنه لسه يعني إحنا مبارح كان وصلنا رسالة بتفيد بأنه الحصبة منتشرة في مجموعة من البلدان، خاصة تلك البلدان التي لا تمتلك تغطية واسعة من الميسلز. الإنسيفالايتس فيروسز زي الإكوين إنسيفالايتس والجابانيز إنسيفالايتس، الهيموراجيك فيفر فيروسز زي حكاية اللي هو الإيبولا فيروس والماربورغ فيروس، فيروسات خطيرة للغاية. الإنفلونزا أي الخاص بالحمى الإسبانية اللي هي سنة 1918. المونكي بوكس اللي كان بدور، لا أدري أنا صار لي فترة حقيقة ما تابعتش انتشاره، لكن صار في انتشار في أكثر من 60 دولة على مستوى العالم. هذه الدول لم يكن هذا الفيروس قد انتقل إليها من قبل، فبالتالي الآن أصبح موجود في دول عديدة لم يكن موجود فيها من ذي قبل. نيبا فيروس والسمول بوكس فيروس، طبعا السمول بوكس هو الفيروس الوحيد الذي تم القضاء عليه بشكل كبير، فبالتالي عندما نتحدث عن أنه هو مرشح كبيولوجيكال ويبون، البعض بيسأل من أين سنحصل على هذا الفيروس. الفيروس تم القضاء عليه بين الناس، لكن في المختبرات الأمريكية ومختبرات روسيا ما زال هناك نسخ من هذا الفيروس موجودة في مختبراتهم، بالإضافة إلى اليلو فيفر. إذن مجموعة ضخمة من البيولوجيكال ويبونز كانديديتس تشمل كل من البكتيريا والفيروس. الجانجرين طبعا الكلوستوديوم بيرفرينجنز الشهيرة اللي قلنا انه وهي بتنمو في أنسجة الجسم تنتج غاز، هذا الغاز بشكل ضغط على الأنسجة، وبالتالي يعني ممكن يفصل أنسجة عن بعضها البعض، وفصل الأنسجة عن بعضها البعض يؤدي إلى أن بعض هذه الأنسجة تفقد البلد سبلاي، فبالتالي بصير في عندنا إسكيميا يتلو نيكروسيز وغانغرين في النهاية. الغاز غانغرين طبعا أنا الإسكيميا والنيكروسيز والغانغرين هذا اللي أمامنا هي عبارة عن definition of terms. الغاز غانغرين caused by Clostridium perfringens اللي هي عبارة عن جرام بوزيتيف اندوسبور فورمينج anaerobic باسيلاي او روتس. وتذكروا انه هذا الجملة حكيناها قبل قليل لما تكلمنا عن الباسيلس انتراسيس، لما قلنا جرام بوزيتيف اندوسبور فورمينج ايروبيك، هذه anaerobic it grows in necrotic tissue. وعملية التريتمنت include surgical
removal of necrotic tissue and or hyperbaric chamber. وأظن الhyperbaric chamber هي الصورة اللي على أعلى اليمين. الانيمال بايتس اند سكراتشز، عندنا الباستوريلا مولتوسيدا واسمها باللغة العربية القتالة او الباستوريلا القتالة، والترجمة الحرفية للمولتوسيدا هي القتل المتعدد، بمعنى انه هذه البكتيريا عندما تنتشر في الحيوانات تسبب كمية وفيات مرتفعة. عندنا اسماء ثانية، كلوستريديوم بكتيرويدس فيوزو بكتيريوم بارتونيلا هنسلي. البارتونيلا هنسلي هي المشهورة بالكات سكراتش ديزيز، أو يعني المرض الناتج عن خدشة القطة، والصورة اللي في المنتصف بتوضح لنا الانتفاخ اللي هو تحت الإبط للليمف نود، وتلكوا أنا هذا بسميه هنا بوبو، وهذا يعني بينتج عن الانفلاميشن للليمف نود وبيكون painful في غالب الأحيان. خلينا ناخد اللي في الوسط هنا، الباستوريلا مولتوسيدا infection most commonly present as an infection complicating an animal bite or injury، يعني ممكن من عضة حيوان أو من جرح ناتج عن حيوان. الcomplication include rapidly progressive cellulitis very painful one abscesses tenosynovitis synovitis عفوا osteomyelitis and septic arthritis. بالنسبة للكات scratch disease قلنا انه frequently الفريكوانسي في الولايات المتحدة اكثر من 100 مليون قطة وكلب يعيشون في الولايات المتحدة، وبحسب التقديرات نصف الامريكيين تم عضهم يعني at least one time in their lifetime mostly by provoked dogs. وأظني في المحاضرة ناقشنا إيش يعني provoked. provoked يعني تم استفزازه، تم مهاجمته، يعني الكلب مش من تلقاء ذاته هاجم الأشخاص، وإنما هو شعر بتهديد فقام بالرد على هذا التهديد. وقلنا هذه النقطة كتير مهمة، provoked و unprovoked، يعني في حال تعرض الإنسان لعضة غالبا الطبيب بيسأل المريض هل الحيوان انت هاجمته او اذيته او يعني استفزته باي حركه. اذا كان الامر كذلك هذا الامر بيكون مطمئن، بينما اذا كان الكلب هاجم الانسان بدون اي استفزاز فهذا بيكون مقلق للغايه، بانه هذا الكلب قد يكون ريبد، يعني مصاب بداء الكلب او بالريبز. نكمل. Other injuries such as cat scratches are documented less often in emergency department statistics. وأعتقد أنه ناقشنا هذه المسألة، أنه الريبورتينج للكات انجوري قد لا يكون الأرقام هي حقيقية، قد تكون under reported وهي أكثر خطورة بالمناسبة، لأنه طالما أنه بتعملش reporting يبقى معنى الحكي أنه بتعملش cleaning، يبقى معنى الحكي أنه نسبة أو إمكانية الإصابة بتكون أعلى. وعدم الإبلاغ من الأطفال غالبا بيكون خوفا من يعني غضب الوالدين، لأن الوالدين دائما بيحذروا أبنائهم من العبث بالقطط أو مهاجمة القطط أو مداعبتها مداعبة شرسة، وبالتالي عندما يتعرض الطفل يخشى أن يبلغ والديه. Approximately 5% من الدوغ بايتس و 30% of cat bites become infected. الكلام اللي أنا حكيته قبل قليل، 5% من الدوغ بايتس، طبعا لأنه الدوغ بايتس الريبورتينج أعلى فبالتالي بيهتموا فيها أكثر وتنظيفها بيكون أفضل، بينما الكات بايتس ما بتمش الإبلاغ عنها وبالتالي بيصير في عنا infection أعلى. على الرغم من أنه الكات سكراتش ديزيز أكار إن بيبول أوف أول إيجز، لكن الهايست إنسيدنس غالبا بتكون في اللي هم الأطفال اللي أقل من 10 سنوات من العمر. البلايج اللي بتسببه طبعا اليرسينيا بيستس اللي هي عبارة عن جرام نيجاتيف باسيلاي، ويعني يفضل انه نعرف المعلومة هذه، انه على الرغم من انه اليرسينيا بيستس تنتمي لعائلة الانتيرو بكترياسي، يعني زي الاشريشيا كولاي وزي السلمونيلا وزي الشيجيلا،
وتمتلك كل خصائصهم اللي بيمتلكوها العامة. والعائلة هذه شرط انك تكون جزء من هذه العائلة، لازم تمتلك 5 شروط: انك تكون جرام نيجاتيف باسيلاي، انك تكون اوكسيدايز نيجاتيف، انك تكون جلوكوز فيرمنتر، انك تكون فاكولتيتيف اناروب، انك تكون قادر على انك تعمل ريدكشن للنيتريت الى نيترايت. لكن في ميزة لليرسينيا بيستس غالبا مختلفة عن كل الانتيروباكترياسي، انه هي جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. كلمة كوكو باسيلاي يعني مش عصوية تماما، وانما عصوية منتفخة، يعني جاي بين الكروية وجاي بين اللي هو العصوية. الريزرفوارز للبكتيريا هي الراتس او الجرذان، ممكن كمان اللي هي السناجب الارضية وبعض الكلاب البرية، براري دوكس يعني كلاب برية. الفيكتور هي عبارة عن فليز بسموها زينوبسيلا تشيوبسيس، بتسبب لنا مجموعة 3 أنواع من الطاعون: بابونيك، سيبتسيميك، اند نيمونيك. البابونيك بلايج هو الأشهر، هو اللي بينتقل عن طريق اللي هو زينوبسيلا تشيوبسيس أو اللي هي الرات فليز، اللي هي البراغيث الخاصة بالجردان. بالمناسبة عشان احنا نتكلم عن انفكشن كنترول لازم نكون برضو عارفين هذه المعلومة. الفليز فيها ايضا نوع من التخصصية، يعني بنلاقي فليز خاصة بالقطط، فليز خاصة بالكلاب، فليز خاصة بالجردان. لكن للأسف عندما لا تجد هذه الفليز الهوست الخاص بها بوفرة، قد تغير من الهوست. بمعنى انه مثلا الرات فلي هي بتتغذى على دم الجرذان، اذا لم تجد جرذ تتغذى على دمه ممكن تلاقي انسان تاخذ منه عينه دم، وبالتالي بتكون ناقل من الجرذان الى الانسان. البابونيك بلايج غالبا بيكون ناتج عن عضه او قرصه اللي هو الفلي في جلد الانسان، وبتنمو البكتيريا في هذا المكان ثم تنتقل الى الريجنال ليمف نود، وبيحدث عنا انتفاخ في الليمف نود القريبة من مكان الإصابة، وهذه الانتفاخ اللي احنا بنسميه بوبو، ومن هنا اجى اسم البابونيك بلايج. في هذه الحالة او في هذه المرحلة غالبا المرض بيكون غير معدي من انسان الى انسان. اذا الانسان شفي يعني ما مات من البابونيك بلايج بيتحول الى سيبتسيميك بلايج، واذا ما مات في مرحلة سيبتسيميك بلايج بيتحول في المرحلة الأخيرة إلى نيمونيك بلايج. والنيمونيك بلايج اللي هي وجود البكتيريا في اللنكس. في هذه المرحلة الأخيرة بصير الإنسان معدي، يعني ممكن ينتقل المرض بدون الوسيط اللي اسمه فليز، يعني بدون اللي هو الحشرة. إذن بابونيك، سيبتسيميك، and نيمونيك. السؤال: كيف نستطيع تفسير أنه لا ينتقل من إنسان إلى إنسان في البابونيك أو في السيبتسيميك، وإنما ينتقل فقط في النيمونيك؟ إحنا قلنا يمكن في أحد المحاضرات نقطة كتير مهمة، إنه البكتيريا قد يكون هناك فيها جينات، هذه الجينات switched off بمعنى غير فعالة، ما لا تعمل، لا تعمل لأنه الظروف لا تسمح. إذا أصبحت الظروف تسمح بصير لها switch on. خلال مرور البكتيريا في الدم إلى اللنج قد تجد البيئة المناسبة أنها تعمل سويتش أون، وبالتالي بيصبح عندها المقدرة على أنها تعمل إنفكشن من إنسان إلى إنسان. هذا تفسير يعني أحد التفسيرات المنطقية لكيف هي معدية في النيومونيك وغير معدية في البابونيك بلاي. الصورة هذه بتوضح لنا اللي هو مكان العضة ذات الحشرة او اللدغه عفوا، وبنشوف اللي هو الانتفاخ او السويلنج للريجنال ليمف نود اللي سميناهم بوبوز. وبالمناسبه من هنا تؤخذ العينه، بنعمل انجكشن في الليمف نود بسائل سلاين، استيرال سلاين بعد مسح طبعا المنطقه، يعني بنعمل عمليه ضخ لشويه سلاين ثم نقوم بسحب هذا السلاين، وهذا بسموه أسبيريت، يعني نحن شفطنا السائل. طبعا هذا الكلام ممكن يتم بدون سلاين،
اذا دخلنا سرنج وشفطنا ولقينا انه بيطلع معنا سائل سحبنا يعني لقينا بيطلع معنا سائل نكتفي بهذا السائل، اذا ما طلع معنا سائل نضطر نضخ شويه سلاين وبنسحبها مره ثانيه عشان نعمل عمليه غسيل للمنطقه وناخذ المايكرو اورجانيزم. بالمناسبه البكتيريا سهل جدا تنمو على المكونكي اجار، على البلد اجار، على النوترنت اجار، يعني البكتيريا بدهاش متطلبات خاصه، يعني سهل جدا نعزلها في المحتوى. هذه الصوره اللي امامكم يعني اللي الشخص اللي لابس ايش بسميه هنا هذا منقار طير، الحقيقه وهذا هو الطبيب اللي كان يعالج اللي هم مرضى مرضى الطاعون. طبعا المنقار هذا كان بيحتوي على ممكن يحطوا فيه مجموعه من الاعشاب لانه كانوا بيعتقدوا انه المرض ناتج عن الهواء الفاسد، فبالتالي ممكن وضع اعشاب مختلفه وبهارات داخل هذا التجويف الاسطواني يحمي اللي هو الشخص اللي بيقوم بمعالجة المرضى من المرض. واشتهرت هذه الصورة يعني شهرة كبيرة، يعني لو بحثت انت في كلمة جوجل او عفوا في جوجل عن بليغ في بالتأكيد سيظهر لك بعض مثل او بعضا من هذه الصور بشكل متكرر كبير. وطبعا الصورة اللي قدامنا برضو بتوضح لنا انه الموت يحصد الناس بالعشرات، سمي الموت الاسود، وهناك اختلاف لماذا سمي الموت الأسود، هل لأنه الموت أو اللون الأسود مرتبط بالموت بالحزن يعني، والبعض قال إن لا لأنه المريض لما بيموت بيكون في بقع في الجلد سوداء اللون ناتج عن اللي هو السبكتانيوس هيموريج اللي بيحدث في مرضى الطاعون. على أي أحوال الحالتين موجودة، هو بيقتل الناس بكمية كبيرة وفي نفس الوقت في بقع سوداء تنتج عن هذا المرض. في حاجة اسمها الريلابسينج فيفر أو الحمى الراجعة بتسببها بكتيريا اسمها بوريليا سبيسي، وهي عبارة عن سبايروكيتس، والسبايروكيتس هي البكتيريا مش العصوية ولا الكروية وإنما البكتيريا الحلزونية اللي بنسميها سبايرو. الريزيرفوار تبعتها الرودنس، والفيكتور هي التيكس أو القراد، وتتميز هذه الحمى بسكسيسيف ريلابسز which are less severe than the first infection. اذا مره ثانيه بوريليا سبيسي، وفي منها اسم مشهور بوريليا ريكارنتس، ومن اسمها ريكارنتس ريكارنت بمعنى انه ريلابس مره اخرى. طبعا الصوره اللي على اليمين هذه بتوضح لنا اللي هي الفيكتورز اللي هي عباره عن تيكس او القراد. في مرض ايضا في الولايات المتحده مشهور اسمه لايم ديزيز، وبتسببه بكتيريا اسمها بوريليا بيركدورفيري، وبما ان احنا نتكلم عن بوريا يبقى نتكلم عن سبايرال مايكرو اورجانيزم. والصوره اللي باللون الازرق اللي هي العلويه في يمين الشاشه بتوضح لنا انه البكتيريا بالفعل سبايرال اورجانيزم حلزونيه الشكل، وطبعا هذه الصوره شفافه بمعنى انه تم رؤيتها من خلال دارك فيلد مايكروسكوبي يعني بدون إضاءة، يعني هي نفسها اللي فقط مضيئة. الريزرفوار هو الغزلان، الفيكتور هو التكس أو أيضا القراد، وشوفوا مكان اللدغة بتاعت القراد ممكن يصير حواليها دوائر من اللي هو اللون الأحمر بسموها بولز آي ليجن. الشيء السيء في اللايم ديزيز طبعا هو قلنا بينتقل عن طريق القراد اللي بياخد من الغزال اللي هو الريزرفوار وبيصيب الانسان. الشيء السيء في هذا القراد انه بيورث النسل تبعه البكتيريا، بمعنى انه بينزل مع البيض، فبالتالي القراد الجديد ليس بحاجه الى انه ياخذ الديزيز من حدا، يعني هو اوريدي بيحتوي على اللي هو الميكروب. اذا هذا نموذج على عمليه فيرتيكال ترانسميشن من الام الى
البيض الى اللي هو النسل تبعها مباشره دون المرور بانها تاخذ وجبه دم من هوست. طبعا هذا بورينا اللي هو قديش الحجم تاع القراد انه صغير، بيخلي الديتكشن تبعه يكون من الصعوبه بمكان. بالمناسبه عشان تستطيع القراد انها تنقل الدزيز هي بحاجه الى فتره زمنيه يعني تمتد الى ساعات، فالسكان اللي في المناطق اللي فيها اللايم ديزيز غالبا بيعملوا لبعض انسبكشن، يعني الوالد بيعمل انسبكشن لابنائه على سبيل المثال من عدم وجود قراد في المناطق اللي غير هو قادر على رؤيتها، مثل اللي هو منطقه الظهر. طبعا هذه الصوره مره ثانيه اللي على يمين الشاشه هي عباره عن بوريليا بيرغدورفيري بالسكاننج الكترون مايكروسكوب، وكلمه اس اي ام اللي موجوده في صندوق احمر في هذه المنطقه هي عبارة عن سكانينج إلكترون مايكروسكوب. الفيرست سيمتوم زي ما حكينا اللي هي البولز آي راش اللي هي زي عين الثور، يعني اللي هي الراش اللي موجود على هذه المنطقة. السكند فيز بيكون الريجولار هارت بيت وإنسيفالايتس، بالإضافة إلى الثيرد فيز اللي بتشكل من اللي هو أريثراكس. الميكروب التالي في السلسلة هو إرليكيا، والإرليكيا فيها اسم مشهور إرليكيا تشافيينسيز، وبتسبب ديزيز بنسميه هنا إرليكوسيز أو إليكيوسيز. الإرليكيا عبارة عن جرام نيجاتيف أوبليجيت إنتراسيلولر، تذكروا الإنتراسيلولر. الإرليكيا أقرب ما تكون إلى الريكيتسيا وهي أوبليجيت، ولما بنقول أوبليجيت يعني it cannot survive outside the cells. ففي عندنا احنا اسمين مشهورين في الميكروبيولوجي هم الكلاميديا والريكيتسيا، فالارليكيا جزء من اللي هو الريكيتسيا. الريزرفوار ايضا الغزلان والقوارض، الفيكتور ايضا هي القراد. التايفوس طبعا لازم ننسى او مش ما ننسى انه في اسم شبيه بالتايفوس اللي هو التايفويد، لكن كلاهما مختلفين تماما. التيفويد بينتقل فيكال أورال، يعني من تلوث الماء والطعام بالبراز للمصابين، بينما التيفوس بينتقل عن طريق اللي هو الحشرات. كانوا زمان يسموه وار فيفر لأنه كان ينتشر بين الجنود، وانتشاره بين الجنود غالبا من اللي هو القمل اللي كان طبعا ينتشر بين الجنود لسببين، سبب الاكتظاظ والثاني سبب اللي هو سوء النظافة بين الجنود. الريكيتسيا بروازاكي أو بروازاكياي، ريزرفوار رودنت، الفيكتور هو البيديكيلس هيومونس كوربوريس اللي هو قمل الرأس البشري اللي تبع الإنسان، وبينتقل when louse feces rubbed into bite wound، يعني البراز تبع الفيسز هو اللي الناقل، يعني نفس القمل لما بياخذ الوجبه تبعت الدم تبعته ما بينقل لنا اللي هو المرض، وانما البراز تبعه هو اللي بيحتوي على الميكروب. اذا البراز تبع هذا القمل تم حكه وكان تحت المكان الحكه او بسبب الحكه صار جرح، ممكن يدخل الفيسز ويسبب لنا اللي هو الابيديميك تايفس. في عندنا حاجة اسمها endemic murine typhus، وطبعا كلمة murine معناها فأري يعني متعلق بالفئران. الريزرفوار رودنتس والفيكتور هي زينوبسيلا تشيوبسيس اللي هي أيضا رات فليز أو البراغيث الخاصة بالجرذان. التايفوس طبعا له أعراض كثيرة، منها طبعا الابدومينال بين، الباك ايك، دياريا، ضل ريد راش على الميدل وسط الجسم وبعدين منتشر من وسط الجسم الى الاطراف. الهاي فيفر اللي ممكن يوصل الى اكثر من 40 درجه مئويه، هي طبعا هي 105-106 فهرنهايت، هي حوالي 40.5 الى 41 درجه مئويه، اللي بيستمر هذا الفيفر الى تقريبا قرابه اسبوعين.
dry cough, headache, joint and muscle pain, nausea and vomiting, ممكن chills, cough, delirium, delirium يعني حالة من تشتت الذهن, joint pain, arthralgias, light, light that appear very bright, يعني الإنسان بصير يحس إنه أي إضاءة بتأذي العين, low blood pressure, زي ما ذكرنا إنه الراش بيبدأ في وسط الجسم ثم ينتقل إلى باقي الجسم, لكن ما بيصيبش الوال بالم والسولز للفيت والهاند, سيفير هيدك, سيفير مصل البين, وستابر. ستابر ممكن يعني نقول انه الانسان بيكون في حالة ذهنية وحركية يعني زي ما هنقول مفصول عن العالم الخارجي نوعا ما, بيكون مش alert لما يدور حوله. الصورة اللي قدامكم هذه فوق, احنا طبعا احنا طلاب صغار في المدارس, كان يجي شخص ويلف على المدارس ويرشونا دي دي تي بهذه الطريقة اللي شايفينها, فنطلع يعني من الفصل كأنه طالعين من مصنع دقيق لأنه اللون الدي دي تي بيكون أبيض. وكان السبب في ذلك هو أنه في تلك الفترة كان في مرضين كتير مشهورين موجودين عندنا, من ضمنهم التايفوس, وكان من ضمنهم اللي هو الجرب أو السكيبس, طبعا هذه حشرات. في عندنا اللي هو السبوتد فيفرز اللي بتسببها راكي ماونتن, او اسم الدزيز راكي ماونتن سبوتد فيفر اللي بتسببه ريكيتسيا ريكيتسياي. الراشز تشبه الى حد كبير الميسلز, except that the rash appear on both palms and soles too, يعني بيكون على رائحة اليد وباطن القدم ايضا. طبعا الدزيز تسمى كريكيتسيا على اسم طبيب اسمه هوارد تايلور ريكيتس. هاي طبعا توزيع اللي هو الراكي ماونتن سبوتد فيفر في الولايات المتحدة, وهذه فرصة انه نأكد على ما ذكرناه سابقا, استخدام الالوان للتعبير عن نسب الاصابة في مناطق مختلفة. مثلا اللون الازرق اللي هذا اللون في المنطقة هنا بدل على انه عدد الحالات في تلك المنطقة اكثر من 500 حالة. إذا كان اللون أخضر بيكون من 101 إلى 500, إذا لون أصفر من 11 إلى 100 حالة, إذا كان اللون اللي هو الرمادي بيكون أقل من 10 حالات. هيك بتعطينا فكرة على طول مباشرة وين أكثر مناطق انتشار المرض شيوعا في دولة أو في منطقة جغرافية محددة. طبعا هذه الخارطة الألوان مختلفة تماما عن بعضها البعض ممكن تكون مفيدة في حالة من هالنوع هذا, لكن لما بكون أعداد الحالات كبيرة جدا غالبا نستخدم اللون المتدرج, يعني شدة اللون بتعبر على عدد الحالات بشكل أكبر, لكن كلاهما مستخدم وما زال يستخدم لهذه اللحظة. اللايف سايكل اللي هو التكس أعتقد شرحناها قبل قليل, تقريبا نفس الفكرة. الانفكتد أدلت فيميل تيك بتضع البيض تبعها, الإج بيصير له هاتشز أو هاتشينج وبيطلع منه 6 ليجد لارفي. هذه طبعا لاحظوا الأدلت 1 2 3 4, وعلى الطرف الثاني 4 8, لكن اللي طلع هنا اللي هي اللارفا 6 ليجز. 6 ليجز هذه بتصيب أو بتاخد جرعة دم من الأرنب وبتتحول إلى ما يسمى بالنيمف. النمث هذا ممكن ينقل مباشرة للإنسان وبيأخذ منه دم وبيتحول لأضلت وبتمشي اللايف سايكل بهذا الشكل. إبديك يا جماعة احنا بنكون تقريبا يعني غطينا جزء يعني لا بأس به من الكارديو فاسكولار والليمفاتيك سيستم انفكشن. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.